الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. قالت وزارة النفط الحالية في العراق إنها ستلتزم بقرار منظمة أوبيك بلاس بالإبقاء على استراتيجيتها دون تغيير، وأكدت الوزارة أنها ستبقي على مستويات الإنتاج المقررة سابقا دون تغيير، والمضي في خطة أوبيك بلاس نحو الزيادات التدريجية بحسب الجدول الزمني لتحقيق توازن بين العرض والطلب وحسب حاجة السوق النفطية العالمية. هذا وكان الاجتماع الوزاري للدول المصدرة للنفط أوبك والدول المنتجة من خارجها قد قرر تقييد الإنتاج دون تغيير عند زيادة في الإنتاج بمعدل 432 ألف برميل يوميا خلال شهر حزيران المقبل. أكدت وزارة الزراعة الحالية في العراق أن فتح استيراد الأسماك لم يمنع من ارتفاع أسعارها محلياً، وأضافت الوزارة أن ارتفاع الأسعار العالمية بعد جائحة كورونا أثر بشكل كبير في ارتفاع أسعار المواد محلياً، كما أن أسعار الدولار وشهر رمضان هما عاملان آخران في رفع أسعار المواد والمحاصيل الزراعية. يذكر أن أسعار الأسماك ارتفعت في العاصمة بغداد، حيث بلغ سعر الكيلوغرام من سمك الكارب ما بين 8 إلى 9 آلاف دينار، بعد أن كان 4 آلاف دينار للكيلوغرام الواحد قبل شهر رمضان. قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دار لاين إن حظر النفط الروسي لن يكون سهلاً، لكن لا يمكن لأوروبا مواصلة تحويل الأموال لروسيا. وأضافت فون دار لاين إن على الدول الأوروبية تخفيف الاعتماد على الغاز الروسي، مشيرة إلى أن موسكو لم تعد مورداً موثوقاً لمصادر الطاقة، مؤكدة أن حرب بوتين في أوكرانيا والعقوبات يمثلان امتحاناً كبيراً للاقتصاد الأوروبي. تراجعت صادرات أوكرانيا من الحبوب إلى الثلث في شهر نيسان مقارنة من الشهر نفسه من العام الماضي، وقالت شركة APK أونفورم للاستشارات الزراعية إن صادرات أوكرانيا من الحبوب تراجعت من 2,800,000 طن إلى 923,000 طن في شهر نيسان مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وذلك بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وكان الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي قد حذر من خسارة بلاده لعشرات الملايين من أطنان الحبوب بسبب حصار روسيا لموانئها على البحر الأسود، ما قد يؤدي إلى أزمة غذائية ستؤثر على أوروبا وآسيا وأفريقيا. والآن إلى أسعار العملات الأجنبية وأسعار المعادن. نهاية الموجز، إلى اللقاء.